وأوضح الرئيس السيسي أن مشروع دلتا الجديدة يشمل مليوني فدان تقترب من مساحة 4 محافظات كبيرة الحجم. أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا المشروع احتاج من الدولة تخطيطا مركزيا لتنفيذ بنيته التحتية. لما نيجي نتكلم على 4 مليون فدان، يعني تقريبا بالنسبة للدلتا هنا حوالي 2 مليون، ال2 مليون دول 3 4 محافظات كبار، ولا يا دكتور؟ يعني ال2 مليون فدان دول 3 محافظات كبار زي البحيرة اللي هي فيها زراعات ضخمة جدا، فال2 مليون فدان ده رقم كبير قوي، ومش بنقوله كبير عشان يعني نحن فرحانين بيه ومن حقنا نفرح بيه برضو، لكن لأن احنا بنقول عشان كده كان لابد ان البنية بتاعته، البنية الأساسية للمشروع ده اللي تقوم بيها الدولة، عشان أولا يتعمل تخطيط مركزي وتنفيذ مركزي، عشان ما اقدرش اقول لحد انت تزرع ال50 ألف فدان دول طب اعمل لك محطة رفع واحدة، ما ينفعش.